Looks like I fell asleep. It's almost midnight. Ah, nurse, Freddy. مرحبا بك في مركز شرطة أورونا. أنت المحقق جون بيشوب، تعمل حتى منتصف الليل، ولكن هذه الليلة نهض على اتصال من شخص غريب. Night call. Let's hope nothing serious. Psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. نهض على اتصال من شخص غريب، من صديق قديم. انطفأت الكهرباء وتم تهكير كاميرات المراقبة. جميع الأبواب مغلقة، ولكن هذه ليست المشكلة. المشكلة الحقيقية هي شو لازم نسوي؟ باكرة مقفولة. Well, I need to find the electrical panel. That's good. Now I need to turn on the second fuse box. Holy shit! Well, starting to remember? How do you like my gift? Like it? Like it? It loves, loves to play. Okay. Ah, yay. Well, now it seems the whole building is lit. Tony. Sick bastard! A giant cat! What else can you think of? Lock is broken. لازم اروح الايفيدنس. بيك لوكس فروم ذا ايفيدنس ستورج كود سولف ذا بروبلم. اوكي، ماثيس ايفيدنس. هلو ديتكتيف. واخيرا. Looks like it is the key card for some door. Okay. What do you want me to remember? You said that I took everything from you. منو؟ My first call. I remember it. A complete failure, even for a rookie like me who had just graduated from the academy.
Scott DJ. His wife and child were killed, and Scott ended up in intensive care. Why did he refuse to speak with me? Is it because I didn't catch the killer? This is silly. It only made it worse. Still alive, Bishop? Bravo! You are a good mouse for my cat. I like playing with you. There is a card in a safe behind you. It is the key card to the interrogation room. Mouse deserves a little piece of cheese. Do try to stay alive until 3 o'clock in the morning. If you make it, you'll get the key. طبخني. طبخ. نفس إيميلي وانس تو بلاي. حبس سكوت المحقق جون للانتقام. خلونا نشغل موسيقى فريدي. قال سكوت من خلال مكالمة: أخذت كل شيء والآن حان الوقت للانتقام. سكوت لم يظهر في اللعبة، ولكن من خلال الأوراق المبعثرة في قسم الشرطة في عام 1977 عمل لدى أحد الشركات في صناعة الروبوتات، وكان مهندسا بريعا. هاي الرسمات أنا رسمتها عشان أشرح لكم القصة. في بداية الثمانينات أعجب سكوت البنت إيما، كان يحبان الرسم والتصاميم الروبوتات في مطعم العائلة. وبعدها تزوج سكوت وإيما، وفي عام 1985 اقتحم القاتل منزل سكوت وقتل الطفل والزوجة، وأصيب سكوت وهرب القاتل، ولحقه الشرطي جون بيشوب، ولكن أصابه بإصابة بليغة مما أدى إلى فقدان الوعي والذاكرة ونسيان كل ما حدث. قضى سكوت شهرين في المستشفى. الشرطي جون لم يعرف من هو القاتل ولم يتذكر أي شيء. خرج سكوت من المستشفى وترك كل شيء خلفه وسعى للانتقام من الشرطي جون. هذه كانت قصة سكوت. نرجع للعبة. في النهاية حرر سكوت الشرطي جون لأن الروبوتات لم تكن جاهزة، ويجب عليه التطوير وتحديث الروبوتات. بعد الحصول على البطاقة خرج الشرطي جون، وعند ركوبه للسيارة تم إقماؤه بالمخدر.
وفي نهاية الفيديو بتلقون قصص ثانية للعبة إيميلي وونز تو بلاي وقصتي سلندرمان.